إن تمر في شوارع دمشق القديمة أو بحارة من حاراتها إلا وتجد سبيل ماء على أحد جدران البيوت الدمشقية القديمة منها والحديثة، والسبيل هو وقف لسقي الماء لعابري السبيل والمارة، حيث كان المسلمون في العصور الوسطى يعدون السبيل أعظم ما يثاب عليه المرء من أعمال البر عملاً. إحنا بلادنا بلاد الخيرات وبلاد المي، والمي هي الحياة، فكان هذا السبيل يعني اللي محن أموال مشان صدقة جارية يشتري مكان ويحط فيه مدد على حسابه والمكان على حسابه ومدد سبيل لحتى مين كان يشرب منه، كان في مسافرين وكذا كله يشرب من الطريق. هلأ يعني هلأ الأمور تطورت شوي، مثلا صار بيحطوا مثلا براد بالمسجد بالكذا يعني هيك. الأول بس كان اعتمادهم كله على السبيل تبع الطريق. دمشق معروفة مشهورة يعني بالسبيل وشرب المي، المي تبع الشامية الطيبة يعني. وما تمشي مثل حارة قديمة، حارة الشعبية بتلاقي فيها السبيل، كان طبعا قديم السبيل غير الحنفية هي، كان في نحن هون نفس السبيل هاد كان في خابور، هلا هون بتعرف ورا السابو بتلاقي يعني الطريق الأساسية ما كان في لا حنفية ولا في سكر. تمشي مثلا تطورت الأمور شوي صار في السبيل القديم يدق ودق فيه، يعني ما تمشي هلا اي حاره دمشقيه بتلاقي فيه سبيل، بتلاقي فيها كذا، بتلاقي فيها شاتي. وحنا هون مثلا كان يعني نهر برده معروفين نحن بالشامونه بالمي النظيفه والحمامات، يعني بيقولوا انه دمشق مشهوره بالمي وبالحمامات القديمه. كانت السبيل تبنى ملحقه بمبان اخرى مثل المساجد او المدارس ثم غدت مستقله بعد ذلك. وهذا التقليد الذي تبعه الدمشقيون قديما سببه طبيعه المدينه وخصال سكانها الحميدة في صنع الخير التي لطالما اعتاد عليه السوريون.